الجمعية الوطنية للتغيير زبالين؟ أمال أنت عملتها ليه؟ وجبت ناس من بيوتهم وجبت ناس أساتذة جامعة وجبت ناس سياسيين وجبت ناس من كل حتة وعملت بيهم جمعية الوطنية للتغيير. أصل رئيس تركي جاي عايز يقابلني ويقابل الجمعية الوطنية للتغيير الزبالين. لا طبعا أنا قلت له أقابلك لوحدي ما أقابلكش مع الزبالين دول. يعني انت شايف ان يا جدع ده انت هتجنني فعلا. يعني مش شايف قوة سياسية اخرى؟ ده اللي انت صنعتها ابنائك وزمايلك الى هذا الحد. هانت البلد دي وهانت نخبتها بيزبلين. مش هتخلوهم يقابلوا وسطك وانك عيب تقابلوا معاك؟ واخوي يرد عليه يقول له بس ايه، خد بالك بقى الصورة كده مع رئيس التركي هتعمل جو برضو رئيس تركي وصور بقى وبتاع هتعمل جو. جو على مين؟ البلد بتتقطع وتتمزع وانتوا بتدوروا على جو بصور مع رئيس التركي. He is a good guy. He is a good guy. ده راجل كويس جدا اللي بيتعامل ضد مصر النهاردة وصديقي والجمعية الوطنية زبالين واليوم السابع لازم تتقفل ودول مخابرات وامن دوله وبتاع. هو ده البرادع اللي روجتوه لينا؟ هو ده الليبرالي؟ هو ده الديمقراطي؟ ما تسمعونا. يعني نفسي يطلع بكره الاخ علاء الاسواني ها يقول لي مين البرادع ده، يقول لي ايه وجهه نظره بعد ما سمع الكلام ده. تطلع الجمعيه الوطنيه للتغيير حسن نافع وزملائه يقولوا لنا البارع كان شايفكوا زبالين ما ينفعش تقعدوا معاه تقابلوا رئيس التركي. كان شايف جورنان من الجرائد المصرية لمجرد انه كتب رأيه عملاء لما بحسام الدولة والمخابرات ولازم يتقفل. تخيلوا لو الراجل ده جه رئيس جمهورية كان يبقى شكلنا ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من روج له. ولما هنشوف بعد كده في الايام اللي جايه مكالماته مع الامريكان وازاي يا راجل بيقول لهم انا قعدت مع المجلس العسكري والكونكلوجن كله رحت للسيده سكوبي قلت له عليها. يخرب بيتك انت مصري ولا امريكاني؟ سكوبي مالها ومالنا؟ طبعا هتشوفوا فضايح في المكالمه اللي بالانجلش مع دان دوت الامريكي وهتشوفوا بلاوي سودا في الفترة اللي جاية عشان بس نشوف أبناء البرادع فين اللي النهاردة بيحاولوا يقنعوه إنه يجي ينزل انتخابات الرئاسة تاني. طب أنا أتحدى ينزل مطار القاهرة وشوف الناس هتقابله ازاي.